نفديك يا شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لنا الشرف كل الشرف والعزة كل العزة بهذا اللقاء الذي يخلد ذكرى شهداء الوطن، ذكرى الغيرة، ذكرى الشهادة التي ليس فوقها بر. أحبتي، جئنا لأن نتعرض إلى ذكرى هذين الشهيدين الشريفين الذين قدموا دماءهم ومهجتهم إلى هذا الوطن السليم، إلى الدين، إلى العقيدة، إلى الحرية التي سقوها بدمائهم الزاكية. لم يذهب هؤلاء الشهداء هدرا، لا أجسادهم ولا دماؤهم ولا مواقفهم، هم أحياء عند ربهم يرزقون. أحبتي، السلام عليكم أيها الأشراف الأحرار الثوار الواقفين على خط النار. السلام عليكم أيتها الحرائر العفيفات الصامدات في الملحمات والمصرات على نيل الحرية والشهادات. هذا الجمع الذي أمامنا جاء لإحياء ذكرى هذين الشهيدين، الشهيد حسين الصافي الذي سقط في ساحة الشرف والكرامة في التسعينات، وشهيدنا محمد إبراهيم يعقوب شهيد الغيرة الذي قدم نفسه فداء لكي لا تسلب حرمات النساء، فأصبح شهيد الغيرة ونعم ما سمي بهذا الاسم. أحبتي، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أقول كلمتي الأخيرة أن هؤلاء الشهداء هم الرمز، هم النار المشتعلة ضد المعتدين. الشهداء هم
هم نبراسنا، هم شعارنا، هم استمرار تحركاتنا، هم صمودنا، هم ثباتنا، هم الذين زرعوا فينا الأمل في استمرارنا في هذه التحركات السلمية المباركة التي لا انقطاع لها ولا انتهاء. أحبتي، هذه الدماء أخاطب آباء الشهداء بصورة عامة، وأخاطب أمهات الشهداء بصورة عامة، وأخاطب أمهات الشهيدين الذي حضرنا من أجلهما في هذه الوقفة التضامنية، وكذلك أمهات هذين الشهيدين، أهنئهم التهنئة الكبيرة التي هم فخرنا، هم تاج رؤوسنا، هم قادتنا، هم الذين يشعلون نار الثورة ونور الثورة لتضيء الدرب لنا ولننهج عندما نتعرض إلى ذكرهم. ما ذكرت أن ذكر الشهيد ليس بقراءة الفاتحة، وإنما يجب علينا أن نعشق هذه الشهادة ونتمنى الشهادة، وأن نسير على درب الشهادة، درب الأولياء والنبلاء الصالحون من الأنبياء والأوصياء، وحسن أولئك رفيقا. هنيئا لكم بهذا المحضر، هنيئا لكم بهذا الاجتماع الذي بينتم أن الشهيد لم يمت ولن يمت ولن يمت، ودمه لن يجف ولن يجف، فهو مستمر في السيلان لأن يسقي هذه الشجرة المباركة، شجرة الحرية. فإن هذه الشجرة تبقى خالدة ما دامت سقيها، وأن تروى بدماء الشهداء الأبطال. وآخر دعوانا أن نتمنى أن يمن الله على ذويهم بالسلوان والصبر، وأن ندعو إلى إخواننا في السجون بالخلاص من فكاك قيود الظالمين، وأن يخرجون أحرارا رافعين الرأس معلنين الصيحة الكبرى، صيحة إمامهم الحسين أبي عبد الله: هيهات من الذلة.